عبد الستار العمدوني رئيس جمعيه رحمه للعمل الخيري والتنموي بباجه. اليوم نحن في العشر الاواخر في رمضان، كعادتها جمعيه رحمه تنجز مشروع ختان اطفال جماعي لابناء العائلات المتعففه. بلغ عدد الاطفال المختوطين حوالي 54 طفل. مشكوره اداره المستشفى الجهوي بباجه، قسمتهم على فريقين على يومين، كان يوم الاثنين واليوم الخميس، كم من الباقي حوالي 30 تعبوا يعطيهم الصحة. المشروعنا هذا بتباع بالتوازي مع مشروع آخر هو كسوة العيد، وزعنا إلى حد الآن حوالي 20 كسوة على 20 طفل، فرحنا عائلاتهم. وطبعا في رمضان الكل ما ننساوش مشروعنا الأول الأساسي اللي هو سلة رمضان، والسنة طورنا في توزيع عدد السلات اللي وصل إلى حوالي إلى يوم الناس هذا، حد الناس اليوم هذا حوالي 450 سلة. إن شاء الله رمضان مبارك، وإن شاء الله عيدكم مبارك، وإن شاء الله ربي يدوم علينا هالفرحة في تونس.